السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا انت وش عندك ولد؟ وش عندك ولد؟ ماكو فكة. ولد السوبة عمره سنة، اذنه 70، ومن طرفين لين سادس جد معروف، ولحد الان ما انتج. ونحن حبينا نطرش سلام من الامارات الحبيبة الى مصر العروبة، وخاصة للحج رمضان مصر الرجولة. وعجبتني مقولة يقولها: اللي عنده من ده كذاب، برضو اللي عنده من ده كذاب، مقولته الشهيرة. فحبينا نداعبه بالفيديو هذا، والحج رمضان معروف وغني عن التعريف، وعنده مزرعة النوادر القبرصي، وعنده حجازي. وبرضو بقول لك يا عم حق رمضان، اللي عنده من ده كذاب، وده يا حق رمضان قطب العين، على مقولتك الشهيرة يا حق رمضان، اللي عنده من ده كذاب، برضو كذاب، ده قطب العين. ودي سعادة يا حق رمضان، اللي عنده زي سعادة برضو بنقول له كذاب، على مقولتك الشهيرة. حبيت أرسل لك المداعبة وسلام وتحية لمصر العروبة والرجولة، والله يحفظكم. أخونا سيد من مصر العروبة، سيد الأنبابي، وشامبي غلام نبي، وأبو بكر من السودان، كلهم ناس طيبين الله يحفظهم. وحبينا نطلعكم على ما نملك. برجع وبقول لك يا حق رمضان، اللي عنده من ده كذاب، برضو بقول لك اللي عنده من ده كذاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتقول ايه المقولة الشهيرة لحق رمضان يا سيد؟ قول واحد انا الحلال تمام ومية مية، لكن مقولته الشهيرة بيقول ايه؟ قولها بصوت عالي. بقول اللي عنده من الصنف ده كذاب. اللي عنده من ده كذاب، برضو بقول لك كذاب يا حق رمضان. مداعبة خفيفة من الإمارات الحبيبة.